أستاذ عامر أيضا بهذه الليلة المباركة أريد أسمع منك دعاء، دعاء إلى أهلنا وشعبنا في فلسطين الحرة الأبية وغزة الصمود وهم يواجهون العدوان وتمر عليهم أيام شهر رمضان المعظم بهذه الظروف الصعبة جدا، دعاء إلى جميع أبناء شعبنا العراقي الكريم، دعاء إلى المغيبين إلى المهجرين أن يعودوا إلى ديارهم، إلى السجناء الأبرياء أن ينصفون ويقر قانون عفو العام للأبرياء. وكذلك أنا أقول وأتحملها كمسؤولية، من واجبنا أيضا أن نركز في دعائنا لله سبحانه وتعالى، أن نركز في دعائنا أن يوفق حكومتنا والسيد الأخ رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة سيد محمد شيع السوداني، أن ندعي لهم بالموفقية، أن ندعي لهم بالسداد في كل مسعاهم لخدمة أبناء الشعب العراقي. واللهم آمين. ونسمع منك، متفضل. اللهم في هذه ليلة المباركة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا همّا إلا فرجته، آمين، ولا كربا إلا نفسته، آمين، ولا دينا إلا قضيته، آمين، ولا مريضا إلا شافيته، آمين، ولا مبتلا إلا عافيته، آمين، ولا معتقلا بريئا إلا فرجت عنه، آمين، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته يا رب، آمين، العالمين، آمين. اللهم ولا مظلوما إلا نصرته، آمين، ولا ظالما إلا قصمته، آمين. اللهم كل إخواني المستضعفين في فلسطين، آمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين، يا الله. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، آمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، آمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، آمين. اللهم شافي مرضاهم، آمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين، يا الله. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا الله، يا الله. اللهم أرنا بهم يوما أسودا يا الله، يا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا كريم ويا منتقم يا الله. يا الله، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الشرور يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين، آمين يا رب العالمين.